نذهب إلى الكاتب والمفكر الأستاذ هاني المصري وفقرة السياسة الداخلية والخارجية. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا، حياك الله. يعني نبدأ بجمع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا نبدأ بمصالحة فتح، ولا نبدأ في الحرب على تتوقع شيء ما من كلمة حسن نصر الله اليوم؟ أنا أقول أن كل يعني ضيعتك بثلاث أسئلة وجاوبني عليهن. وأقول أنا أنه أولا قرار الجمعية العامة مهم، بيعزز حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية وبعطيها مزايا سياسية وقانونية جديدة، ويجب مواصلة يعني هذا المسار وصولا إلى الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية. هذا مهم جدا، ولكن لن تقام الدولة في الأمم المتحدة، الدولة تقام بفلسطين، وبالتالي بدون إنهاء الاحتلال ستبقى يعني هذه القرارات معلقة في الهواء، وعلينا أن نتذكر هذا الكلام دائما، لن يعطينا العالم دولة بقرارات دولية، وإنما من خلال تحويل الاحتلال الإسرائيلي خاص لإسرائيل بما في ذلك دبلوماسيا وقانونيا وعلى كل المستويات والأصعدة. ولكن يعني هاي الحقيقة بتدل إنه إسرائيل رغم كل ما تقوم به من إبادة ما خلت العالم يعني يكرس الحقائق التي يعني تحاول أن تخلقها، فلا يزال يعترف بحق الفلسطينيين بدولة، وهذا شيء مهم وله يعني تأثير معنوي. أما بالنسبة لحزب الله، لا شك أن حزب الله تلقى ضربة قوية خاصة مع تكرارها باليوم الثاني ونوعية، وهي تدل على أن إسرائيل تريد أن تستدرجه إلى حرب شاملة. أنا لست مع القائلين بأن إسرائيل لا تريد حرب، لأنه اللي بيقوم بعملية اغتيال لعمليا تستهدف الآلاف في لحظة واحدة في دقيقة واحدة، الرد الطبيعي المتوقع هو أن يرد حزب الله ردا قويا، وعندما يرد حزب الله ردا قويا ستقوم إسرائيل بالرد، وبهاي الحالة بتكون إلها حجة لأنه هي مقيدة بالقرار الأمريكي بأن أمريكا لا تريد حرب إقليمية. لكن عندما يرد حزب الله إذا رد قوي كما هو متوقع، ستكون إسرائيل لديها حجة وستهب الإدارة الأمريكية لحمايتها. يعني لا أحد يتخيل وممكن أن يتخيل ما حصل يعني من أذى لحق في حزب الله إلكترونيا، وهذا يدل على شيء يدل على التعليم المتفوق للعدو والقدرات والإمكانيات اللي يستخدمها، إمكانيات ذهنية عالية لكن بدون أخلاق. يعني واضح بأنه كمان لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أجزاء من لبنان أو في الدخول في حرب مع حزب الله، سيكلف دماء كثيرة بالنسبة للإسرائيلي ولبنان طبعا، وسيرفضها العالم. وبنفس الوقت حزب الله لا يريد، ليست لديه حرب تحرير ليدخلها، وهو كل ما يفعله هو مناصرة للمقاومة في غزة، ويقول لهم بدكوا يعني نوقف المعارك يعني روحوا احكوا مع غزة. يعني بهذا الشكل هذا اللي قاعد بيصير. يعني هل هذا يعني أن الحرب بعيدة بينهم، لا يوجد مصلحة للحرب؟ دائما كنت أقول معك أن الحرب مستبعدة، ولكن أعتقد أننا يجب أن نرى أنها تقترب. إذا كانت مستبعدة بنسبة 80% الآن مستبعدة بنسبة 50 أو 55 أو 60%. يعني لا يمكن لكل هذه الأحداث أن تجري وتبقى الأمور كما كانت قبلها، هذا ليس من العلم ولا المنطق. يعني إسرائيل إذا بتتصور أنه ما قامت به سيمنع حزب الله من استمرار حرب الإسناد تبقى مخطئة، لأنه مبارح سمعنا نتنياهو بقول أنه بده يخلي أهل الشمال يعودوا إلى بيوتهم. طب كيف سيعودوا؟ يجب أن يكون هناك يا إما حرب عسكرية برية وإبعاد حزب الله عن الحدود لمسافة كافية، أو أن حزب الله يقبل بتسوية أنه يوقف الحرب.
يعني أو تحدث تسوية شاملة، يعني بمعنى تشمل غزة وبالتالي بتحفظ ماء وجه حزب الله. أنا بقول احتمال التسوية الشاملة مش منعدم، ضئيل ولكنه مش منعدم. يمكن الأحداث هاي إذا لم تذهب إلى حرب تفتح الطريق لتسوية شاملة، لأن إسرائيل هلأ بتقدر تقول إنها حققت صورة مصر، ما بنستطيع نكابر، حققت صورة مصر كبيرة. حزب الله سيسعى إلى صورة مصر، يعني وإذا حقق شيء بصير في توازن ما، مش كامل ولكن في توازن ما، وإذا ما تحققش صورة مصر كيف سيتم التوصل إلى تسوية، لأنه بتصير هي كأنها هزيمة. الأمر معقد متشابك في أطراف محلية وإقليمية ودولية. بالتأكيد الإدارة الأمريكية مش من مصلحتها حرب عشية الانتخابات الرئاسية، ولكن إذا اندلعت حرب لن تترك إسرائيل لوحدها، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو وحكومته. وبالتالي هم يحاولوا، أنا رأيي من أكثر من مرة، يورطوا الإدارة الأمريكية. اللي بقتل فؤاد شكر الضاحية الجنوبية عنده استعداد للحرب، لأنه كان ممكن يكون رد حزب الله أكبر. يعني إسرائيل كأنها بتراهن يعني على حكمة حزب الله، يعني هي على حكمة حزب الله ولا على يعني القرار الإيراني الذي لا يعني غير معني بالموضوع. حزب الله وإيران، حزب الله وإيران يعني برضو حتى أنت يعني إيران إلى متى ستحافظ على الصبر الاستراتيجي؟ ما هو هذا بيؤدي إلى إضعافها إذا يعني الأمور وصلت إلى هذا الحد. يعني إذا المقاومة وحلفها مش مستعد، يعني وهن مستعدين كما يقولون وكما نصدق. إذا مستعدين معناته تتوقع رد قوي، والآن بنفعش رد رمزي، يعني لازم يكون رد قوي. يعني كلمة نصر الله اليوم الساعة 5 بدها تكون قوية، يعني تستحق. نعم، أنا أتوقع أنه سيكون هناك تعهد برد قوي، لأنه بدونه مش هيعيد التوازن. إلى أي مدى تضرر حزب الله من تفجيرات البيبر؟ ضربة كبيرة جدا، نوعية غير مسبوقة. وطبعا سببها التفوق التكنولوجي، يعني لأنه بقول لك حتى هاي الأجهزة عند فحصها لا تستطيع أن تكتشف أنها ملغمة، إلى هذه الدرجة دقيقة ومتطورة. يعني فإذا كان الأمر كذلك، يعني فوق قدرة حزب الله يعني على كشف هذه الأجهزة، وبالتالي هذا بيدخل بحسابات المعارك. ولكن دائما القوى الشعبية بيبقى لها عناصر تفوق، يعني تقدر من خلال وحدات خاصة، من خلال عمليات استشهادية، من خلال يعني في طرق للقوى الشعبية للتغلب على التفوق، لأنه دائما الاستعمار متفوق على الحركات التحرر عبر التاريخ. يعني أمريكا ما كانش متفوقة على فيتنام. أنا زرت فيتنام بعد انتهاء الحرب، بعد 10 سنين عن انتهاء الحرب، بالدمار اللي شفته بعد 10 سنين لسه احنا ما بنحلمش، وان شاء الله عمرنا ما نوصل له. يعني دمار هائل، يعني لمناطق كامله، لمدن كامله، لامكانيات كامله في فيتنام. وبالتالي انه دائما متفوقه الدول الاستعماريه. المهم انه هل ستتحمل اعباء استمرار هذه الحرب؟ لانه هيك الحرب يبدو انها لن تقف، واذا وقفت فقط لالتقاط الانفاس. يعني ما دام في طرفين لهم أهداف متناقضة، وفي طرف منهم استعماري وتوسعي وعدواني وبيريد أن يهيمن على المنطقة ويكون الدولة المركزية في المنطقة، مش بضروري يحتل المنطقة. الهيمنة ممكن ما تكون من خلال تواجد قوات عسكرية، من خلال التأثير على قرار المنطقة، لأنه الولايات المتحدة بدها توكل المنطقة لإسرائيل. ولكن إسرائيل في هذه الحرب يعني لم تكن قادرة. تحاول إسرائيل تستعيد قوة الردع، وما حققته باليومين الأخيرين لا نستطيع أن نقلل من قيمته، وإنه إنجاز كبير، ولكن ليس هو الكلمة الأخيرة. وكما يقال الحرب سجال. الحرب سجال، يوم لك ويوم من عليك، بس إحنا الحرب سجال، 10 علينا ويوم ونص يوم لنا. مرات بنشوف يوم بالعمر، ممكن شفنا يوم بالعمر. أستاذ هاني المصري، أنا أشكرك على تحليلاتك اليومية معنا، كل تحية، شكرا على هذه التفاصيل.